الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بإذن الله تعالى النهاردة نبدأ في كتاب الأطعمة والذبائح والصيد من كتاب الفقه الميسر، هو الكتاب 13. يولي يشتمل على 3 أبواب: الباب الأول في الأطعمة، وفيه مسائل. ما هي الأطعمة؟ جمع طعام، هو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها أو يشربه. طيب، ننطلق من في باب الأطعمة زي ما انطلقنا في باب البيوع، أن هناك أصل لازم بنبني عليه الباب كله، هو أن الأصل في الأطعمة الحل حتى يأتي دليل على التحريم، ودوت من أدلة الشريعة ان انت في احيانا امور دليلها الوحيد الاصل، لم ياتي فيها دليل على التحريم، فدايما الامور بترجع لاصلها. فاحنا بنقول ايه هو اصل الموضوع، الحل ولا الحرمه؟ اذا كان الاصل فيه الحل يبقى اللي يقول حرام هو اللي يجيب دليل، واذا كان الاصل فيه الحرمه يبقى اللي يقول حلال هو اللي يجيب دليل. فلو ما فيش دليل يبقى دليلنا هو الايه؟ الاصل. عشان كده اقول لك ايه، في حاجه اسمها من ادله الاصول استصحاب الاصل. استصحاب الايه؟ الاصل. فيقول لك والدليل اصل الاباحه، ان الاصل في الشيء ليه الاباحه. طب ايه الحاجات اللي اصلها الاباحه؟ الاصل مثلا في البيوع، احل الله البيع وحرم الربا، ده الاصل بتاعنا، احل الله البيع. اذا كل انواع البيوع ايه؟ حلال، إلا أن يأتي دليل على التحريم. طيب، ميه كمان؟ طبعا البيوع والمعاملات كلها لازم يأتي دليل، زي الغرر والربا والأشياء ديت، القمار، الميسر، دي الحاجات اللي الشرع مثلا تكلم فيها، يبقى هنستثني 1، 2، 3، 4. من ذلك أيضا الأطعمة والأشربة، الأصل في الطعام والشراب الحل. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. يبقى هنا ده الايه؟ ده الأصل. لا أجد فيما أوحي إلي محرما. إذا إحنا بنبحث عن الحرام ولا بنبحث عن الحلال؟ أنا ببحث عن الحرام، لأن ده يدل إن الأصل الايه؟ الحل. قل لا أجد، أنا بدور عشان أدور على الحرام، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا الأصل في الأطعمة والأشربة الايه؟ الحل. وقال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا طالما الشيء مسخر يبقى في الأصل ان هو ايه؟ حلال استعماله، حلال أكله، حلال شرب وغير ذلك. طب ايه الحياة اللي مثلا الأصل فيها الايه؟ الأصل فيها الحرمة. الأصل فيها الحرمة حاجة زي مثلا العبادات. العبادات الأصل فيها المنع، إلا أن يأتي دليل على الحل والجواز أو المشروعية يعني. وإيه الدليل على إن الأصل المنع؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الأصل المنع، ما ينفعش حد يستحدث أو إن هو يعمل عبادة، لأن الأصل المنع لغاية ما أنا أقول لك، لما أقول لك تبقى عبادة، ما قلت لكش ما تبقاش إيه؟ عبادة. يبقى الأصل المنع إن أنا ما فيش تعبدات إلا اللي الشرع هو اللي يضعها، زيادة عن كده ما فيش. فده لما تيجي عبادة مثلا نقول واحد يقول لنا دي مستحبة أو مشروعة، نقول له إيه الدليل عليها؟ تقول لنا أنت عندك دليل إن هي مش عبادة؟ أقول له آه، الدليل إن هي ما وردتش. يقول لك هي عشان ما وردتش هتبقى عبادة؟ أقول له آه، ما وردتش مش عبادة، لأن لازم الأصل في العبادة الإيه؟ المنع. العكس بقى في الأطعمة والأشربة مثلا، وما ينفعش أقول لك مثلا هات لي دليل إن الفاصوليا حلال. مفيش دليل الفاصوليا حلال، مفيش حديث بيقول الفاصوليا حلال. تقول لي طب على اساس ايه حللتوها؟ الاساس ان مفيش حاجه قالت ان هي ايه؟ حرام. فمساله الاصل دي مساله مهمه جدا في بعض الابواب، زي الاصل في بعض المعاملات المنع، زي الفروج مثلا، الاصل في الفروج الحرمه. الاصل في العلاقه بين الرجل والمراه في مساله الفروج الحرمه، الا ان يبقى دليل في دليل ان العلاقه دي حلال، الزواج، مش عارف ايه، الملك اليمين، الاشياء ديت هي دي اللي تقول الامر ده بقى ايه؟ بقى حلال. فعايز اقول يعني ان كلمه استصحاب الاصل دي من ايه؟ من اصول الفقه، اصول اللي بتبني عليها بعض الاحكام.
ده يجي معانا بقى كتير في الباب هنا، هنقول مثلا ده حلال لان لم ياتي دليل على الايه؟ على التحريم، وده هيسبب خلاف في بعض المسائل يعني كما سياتي. طيب بيقول بعد كده قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث، ومن قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني مين ده اللي يقدر يحرم على العباد الطيبات من الرزق؟ في غير ربنا هو اللي يقول حرام، غير كده محدش يقول في الطعام والشراب حرام. والمراد بالطيبات ده إيه بقى؟ ما تستطيبه النفس وتشتهيه، لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان فإن أثره ينعكس على أخلاقه، فالطعام الطيب يكون أثره طيب والخبيث يكون على الضد من ذلك. لذلك أباح الله سبحانه وتعالى الطيب من المطاعم وحرم الخبيث منها. هنا الضابط دوت لازم يعني إيه يتفهم، إيه هو الطيب وإيه هو الخبيث؟ طبعا الأسهل إن احنا نعرف إيه هو الخبيث، إن ما عدا ذلك هيكون إيه طيب، وده حياتي. ما هو الخبيث؟ الخبيث هيقول لنا هو كل نجس، كل ضار، كل مستقذر. فالضابط دوت هيأثر في بعض المسائل كما سياتي، ان كلمه الخبائث ايه الخبائث؟ يعني ما هي الخبائث؟ وايه هو الضابط بتاعها؟ دي مساله مهمه جدا، لان انت لما تضبط سبب التحريم هيأثر معاك بعد كده في ايه؟ في الاشياء الحرام اللي هتأتي بعد ذلك. تمام؟ بس دي هتيجي بالتفصيل كمان شويه، بس انا عايزك تفتكر الموضوع ده. لكن الطيبات معروفه، بس لكن ضبط كلمه الخبائث هو ده اللي هيأثر في باب الاطعمه دايما. فالاصل في الاطعمه الحل، تمام، الا ما حرمه الشارع. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. طالما فصل الحرام يبقى الباقي حلال. فصل لكم ما حرم عليكم الا طبعا ما اضطررتم اليه، ممكن انسان ياكل الحرام لو اضطر لذلك. وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على امور ثلاثه: النص على المباح، النص على الحرام، ما سكت عنه الشارع. نص على المباح يعني امور نص الشارع ان يجوز اكلها، نص واشياء نص ان لا يجوز اكلها، واشياء سكت عنه هياخد ايه المسكوت عنه؟ هياخد انهي حكم؟ برضو ايه هيبان معانا. طبعا احنا فهمنا ان هو هيرجع للايه؟ للاصل اللي هو الايه؟ الحل. طيب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن الأشياء التي سكت عنها في الشريعة طالما الأصل بتاعها هو الحل، خلاص مش هندور بقى، هنقول على طول إن هي حلال لأن الأصل ليه الحل. طيب، بيقول المسألة الثانية، هيفصل بقى واحدة واحدة: ما نص الشارع على حله وإباحته. الأصل في ذلك والقاعدة أن كل طعام طاهر لا مضر فيه فإنه مباح. يبقى نعكس، أي طعام نجس أكيد هيبقى خبيث، أي طعام ضار أكيد هيبقى خبيث. هم متفقين على مسألة إيه؟ إن هو النجس والضار. ويبقى في كلام على إيه المستقذر ده؟ إيه هو المستقذر من الطعام؟ هاتي الأطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات، كالحبوب والثمار. والحيوانات على نوعين: برية وبحرية. الحيوان البحري هو كل حيوان لا يعيش إلا في البحر، إلا في البحر، كالسمك بأنواعه المختلفة وكذا غيره من حيوانات البحر، إلا ما كان فيه سم فإنه يحرم للضرر. ان احنا قلنا من ضوابط الخبيث ايه؟ ضار، حتى لو كان طيب الطعم. فالطيب مش مجرد طيب الطعم واشتهاء النفس له، لكن ان هو ما يكونش ضار اكيد. عشان كده ده سبب تحريم السجاير مثلا، ممكن بعض النفوس تشتهيها شايفاها حلوه، لكن سبب التحريم الاساسي ليه؟ ضرر، اللي هو ثبت خلاص ضررها البالغ ثبت. ممكن ناس كان زمان بيتكلموا فيها لان ما كانش عارفين مدى الضرر اللي فيها، كان بعد الابحاث الكبيره جدا في مدى الاضرار المترتبه على شرب الدخان والشيشه والكلام ده، يكاد ما ينفعش حد يختلف ان السجاير والشيشه ايه حرام. واللي يقول مكروهه دوت يعني يناقض الايه؟ القواعد الشرعيه، لان القواعد الشرعيه ان الشريعه تحرم ما هو ضار،
ولا يوجد اخبث من الدخان الان، يعني اسوا الايه الاشياء تضر الانسان، كميه امراض مهوله تسببها الشيشه والايه والسجاير. فكيف يظل الانسان يعني يقول ان ده مكروه؟ يعني لا شك ان التدخين وشرب الشيشه حرام بلا شك يعني. طيب بعد كده بيقول لنا خد بالك بقى، هو قال هنا كالسمك بانواعه المختلفه، وده هيدخلنا في مساله ايه، مساله وهي مساله حكم اكل القرش. قرش هل يجوز اكله ولا لا يجوز؟ فيها قولين، قول الاول ان يجوز اكله على اعتبار ان هو من الحيوانات البحريه، القول الثاني لا علشان هو ايه بيفترس وبياكل مش عارف ايه. لكن طبعا يغلب الجانب اللي ايه بتاع ايه ان هو حيوان بحري، والا ففي حيوانات بحريه كتير بتفترس وعايشه على الايه على التغذيه على الاسماك. لكن في فرق، النبي عليه الصلاه والسلام لما حرم كل ذي ناب، قال كل ذي ناب من الايه من السباع. فكون القرش له ناب هو اصلا مش من الايه مش من السباع، السباع التي تعدو وتقفز على الفرائس وكده اللي هي البريه يعني. واما كون القرش بياكل الاسماك او بياكل دماء حتى، هو اصلا مش من الحيوانات البريه اللي هي او زيناب من السباع، فيغلب فيه ان هو حيوان بحري عادي. فالراجح والله اعلم جواز اكل الايه القرش، جواز اكل القرش. كل حيوان في البحر يجوز اكله الا ما كان مضر، يكون مثلا مسمن، او يكون حيوان لو اكلتها ممكن تموت مثلا او تؤذيك، فديت هنحرمها من باب الايه من باب الضرر، من باب الضرر. لكن يبقى الاصل ان كل حيوانات البحر ايه حلال. طبعا هنا بيتكلم على اللي هو عايش في البحر على طول، اللي عايش في البحر على طول، عشان كده برضه هيتكلموا في التمساح. هل التمساح هيبقى شبه القرش ولا شبه الايه شبه كل زيناب من الايه السباع؟ فيقولوا التمساح اغلب حياته فين، في البر ولا في البحر؟ اغلب حياه التمساح في البر، فيغلب الجانب ان هو حيوان بري على ان هو حيوان ايه بحري، ويغلب جانب الايه الحرمه على الحل. عشان كده هو بيقول لك لما ايه لما يجتمع في حاجه حل وحرمه نغلب جانب الايه الحرمه احتياطا يعني. فالتمساح هو بيعيش اغلب حياته في البر، وبيعيش جزء من حياته في الايه في تحت الماء، هو زيناب. فهنا هيقاس على انهي؟ يقاس على الاغلبيه، الاغلب بتاعه ان هو حيوان ايه بري. وطبعا هو اصلا مستقذر يعني النفوس بتستقذره، وده جانب تاني من التحريم، لكن الجانب الاول جانب اقوى شويه. تمام. طيب بيقول فانه يحرم للضرر اللي هو اللي فيه سم، كذلك يحرم من طعام البحر ما كان مستخبثا مستقذرا كالضفدع، مع ما جاء من النهي عن قتله وكالتمساح لكونه مستخبثا ولان له نابا يفترس به، لعموم قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. طيب هو قال هنا ان الضفادع ايه حرام اكلها. هي المساله برضو تكلموا فيها بسبب ان حديث النهي عن قتل الضفدع ده فيه خلاف، البعض صححه والبعض ضعفه، فاللي صححه الموضوع انتهى عنه، الامام الالباني مصححه. فلذلك احنا اصلا هنقول ايه هنقول بحرمه اكل الايه الضفادع، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتلها، وفي حديث صححه الامام الايه الالباني على خلاف في تصحيح الحديث دوت. اللي مش هيصحح الحديث هيبقى عنده احتمال يحل الايه الضفدع، لانه هيقول لك ما جاش فيه دليل على التحريم، ما جاش فيه دليل على التحريم. وطالما ما جاش دليل على التحريم هنرجع للايه للاصل ان هو ايه حلال. وبعد كده هتختلف وجهه نظرهم في حته ان هو مستقذر ولا مش مستقذر، عشان كده قلت لك حته مستقذر دي هيبقى فيها ايه هيبقى فيها خلاف، هل الحيوان ده تستقذره النفوس السويه؟ لان الشيء المستقذر في النفوس السويه هيخش ضمن الايه الخبائث، خد بالك. زي مثلا الخفاش مثلا، ده مفيش دليل على تحريمه، لكن مفيش نفس سويه الا وتستقذر الايه الخفاش مثلا، لذلك العلماء يقول اكل الخفاش حرام، خد بالك، فضلا ان هو ليه ناب، فضلا ان هو بياكل نجاسات، يعني في مواضيع ثانيه، بس هم بيتكلموا في استقذاره. فهل الضفدع مستقذر؟ ممكن تستقذره النفوس، ممكن نفوس ثانيه ما تستقذروش، فهيبقى في كلام يعني. لكن والله اعلم الحديث نهي عن اكل الضفدع مع الخلاف في تصحيحه، لكن والله اعلم في روايه الامام الالباني صححها، فلذلك والله تعالى اعلم يعني نغلب جانب الايه التحريم. فعشان كده هو هنا اختار الضفدع حرام اكله، لانه اختار بسببين، ان هو مستقذر تستقذره النفوس السويه،
الامر الثاني ما جاء النهي عن قتله، اكيد اي حاجه جه نهي عن قتلها يبقى اكيد اكلها ايه حرام. اذا كان اصلا نهيتك عن ايه عن قتله يبقى من باب اولى اكله هيبقى ايه حرام. طيب يبقى يجوز فضلنا بقى يجوز اكل الحيوان البحري سواء صاده مسلم ام غيره. يعني لو اللي اصطاد البحر ده كافر دي مش موضوعنا، لان احنا هنا ده حيوان مش داخل معانا في التزكية اصلا، لا يزكى ولا يسمى لا يذكر اسم الله عليه عشان اتكلم اللي اصطاده مسلم ولا كافر. هو مجرد طلع سواء كان ميت حي اصطاده مسلم اصطاده كافر وكده كده في جميع احواله حلال. حلت لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. فقال ابن عباس رضي الله عنهما الا ان صيدهم ما صيد وطعامه ما لفظ البحر، لان ربنا قال احل لكم صيد البحر وطعامه وحرم عليكم صيد البر ما دام حر. يعني ايه صيد البحر وطعامه؟ قال لك صيد البحر اللي انت اصطدته، طعامه اللي هو البحر لفظه لوحده. برضه محدش يلتبس يقول لك طب البحر رمى سمك ناكله؟ لو السمك ده مش منتن ما نتنش وبقى يعني بقى قذر يعني بقى منتن خلاص يعني بدا نتن وعفن، يبقى يجوز ايه؟ يجوز اكله طالما لسه ما لم ايه ما نتنش وعفن. يعني ما لفظ البحر طعامه ما لفظ ايه البحر. ولحديث ابي هريره قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا افنتوضا بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته. طبعا مشهور سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما لما كانت سرية يعني مشوا في الصحراء كتير وكانوا الله أعلم ناحية البحر الأحمر والأكل بتاعهم خلص وكانوا بيأكلوا ورق الشجر، فإذا يعني بهم يجدون حوت كبير على البحر، فحوت يعني سمكة ضخمة أو حوت حقيقي يعني لدرجة ان هم كانوا شافوا قفص الصدر كده كانوا بيعدوا جواه ويطلعوا ويدخلوا والجمال تعدي وتطلع، يعني واضح ان هو كان حوت يعني حوت ضخم جدا، فاختلف ناكل ولا ما ناكلش. فالصحابة اعتمدوا على ايه؟ على الاصل. قالوا الاصل ان احنا ما فيش حاجة ما عندك دليل للحرمة، لا اكل وكمان احنا جعانين حتى لو حرام ايه هناكل برضو فكده كده هناكل، فقعدوا ياكلوا منه. طبعا يعني ايه استطابوه جدا يعني، فقالوا برضو احتياطي احنا ناخد معانا حبه للنبي عليه الصلاه والسلام ونساله ونقول له والله لقينا الاكل ده ايه رايك فيه. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاه والسلام اكل منه عليه الصلاه والسلام واقرهم عليه على ما فعل. فدوت دي شيء القى البحر وميت بس ما تعفنش، فعشان كده الصحابه ايه اكلوا. فدل ذلك على يعني حتى يحكي جابر قال فاكلنا منه شهرا. متخيل سريه بياكلوا شهر في حاجه؟ اكيد يعني كان حوت عملاق جدا. الامر الثاني الحيوان البري بقى، احنا اتكلمنا على البحر اتكلمنا على الايه التمساح والقرش والضفدع وكده. الحيوان البري والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الاتي. هو يقول الاول المنصوص عليه اللي هو مفيش كلام ده منصوص عليه ان هو حلال بنص الشريعه مش معتمد على الاصل، لا ده في نص كمان فيه هو نفسه ذاته. تمام. قوله تعالى والانعام خلقها لكم لكم فيها دفء ومنافع ومنها ايه تاكلون. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم. طيب ايه بهيمه الانعام؟ ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين من البقر اثنين من الابل اثنين، خلاص هي دي بهيمه الايه الانعام. قال الابل والبقر والغنم هيقاس عليها ما يماثلها. طبعا هنا ممكن حل الاشياء اللي هقولها دي اما بالقياس على بهيمه الانعام او اعتمادا على ايه على الاصل. فيعني دايما ايه ما تطلبش مني دليل، يعني ايه دليل الغزاله حلال؟ مش لازم اقول لك قياسا على بهيمه الانعام لان هي شبه بهيمه الانعام، عادي ممكن اقول لك كده ممكن ما اقول لك ما مش لازم ارد عليك اصلا. الدليل عندي ليه؟ ان هي مش حرام بس. فالغزاله ايه الدليل ان هي حلال؟ مفيش دليل ان هي حرام. ايه الدليل ان الظبي حلال؟ مفيش دليل ان هو حرام. ايه الدليل مثلا البقر الوحشي مثلا حلال؟ ممكن اقول لك قياسا على الحمار الوحشي وممكن اقول لك قياسا على البقر نفسه وممكن اقول لك مش لازم اقول لك دليل ان الاصل الايه الحل. فالحمار الوحشي ده طبعا جه فيه دليل والبقر الوحشي حلال والظباء والغزلان والايه والنعامه والحاجات دي كلها ايه حلال، مفيش دليل على التحريم فضلا ان هي ممكن قياسها على بهيمه الايه
الأنعام، تمام؟ والزرافة، الزرافة يجوز أكلها قياسا على بهيمة الأنعام، إن هي لا تستقذر يعني، خد بالك، إن هي تأكل الطيبات يعني، ودمها خفيف وكده يعني. طيب، بيقول طبعا ما له ناب من السباع ده حياتي في الايه في التحريم، بس احنا بنتكلم دلوقتي على الاشياء اللي هي حلال اما بالقياس او بالاستصحاب الاصل، وهي ايه؟ الغزلان والظباء والحمار الوحش والبقر الوحشي والنعامه مثلا والزرافه والحاجات ديت، الحاجات دي ما فيش دليل على تحريمها وهي مستطابه يعني. الله اعلم لا باس باكله. بيقول بعد كده الخيل، لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. دي فيها دليل صريح، الخيل منصوص على حل اكل الخيل، اي حصان، الحصان اللي هو حصان ناتج عن تزاوج حصانين، لان ممكن يكون حصان ناتج عن تزاوج حصان وايه حمار اللي هو بيسموه ايه بغل، فالبغل حرام. ليه؟ لانه هيغلب في جانب الحرمه، لان احد الايه احد مصادره حرام، فلو حمار وحصان هيطلعوا بغل، البغل ايه البغل لا يجوز اكله، تمام؟ فلازم الحصان ده يكون ناتج عن ايه عن حصانين يعني. الخيل طبعا منصوص على حلها، الصحابه رضي الله عنهم يوم خيبر اكلوا الخيل ولم ينههم النبي عليه الصلاه والسلام، تمام؟ فأسماء رضي الله عنهما قال نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. طبعا كون الحاجة حلال انت مش لازم تأكلها، كونك انت مش حاببها. النبي عليه الصلاة والسلام ما أكلش الضب وهو حلال يعني، قال يعني لا أجده في قوم يعني ما بنأكلوش عندنا يعني، ما مش بستسيغه، فأنت ممكن ما تستحملش تأكل الجراد مثلا، تستحملش تأكل الخيل مثلا، لكن غيرك بيأكله، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعيب طعاما يعني، أقصى ما يقول مثلا أنا لا أحبه نفسي تعافه، لكن ما يقولش إنه وحش، إن غيرك بيحبه قوي يعني. الضب ده فيه ناس كتير بيأكلوه مستمتعين بيه جدا، الجراد ناس بتأكله مستمتع بيه جدا، فما تقبحش طعام، إن هو بالنسبة لغيرك وأكل بالنسبة له طيب وجميل، وممكن ناس بتستقبح اللي أنت بتأكله أصلا يعني، في ناس بتقرف من أكل الجمبري مثلا تعتبره شيء مقزز، بالنسبة لك ده أنضف أكل في بلدك، مش كده؟ في ناس بتستقذر جدا يعني، مش مستحمل، يقول لك انت بتاكل الجمبري ده ازاي يعني، اللي هو بياكل الجراد يعني. يعني انت بالنسبه لك ايه؟ فيعني تستغربش عادي جدا يعني، بس هو كله حلال، فمش معنى ان هو حلال ان انت مجبر تاكله يعني، وكونك انت ما بتاكلوش مش دليل ان هو حرام اكيد يعني. الخيل بياكل الخيل؟ اكل الخيل ما فيهوش مشكله يعني، انا ما اعرفش طبعا اكيد طعمه يعني. بيقول رخص في لحوم الايه؟ الخيل. الضب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الدليل في كده؟ الإقرار، هو قاعد وبتاكل قدامه، هو لو في حاجة غلط كان هيقول، فكون بتاكل قدامه وما تكلمش يبقى ده بيسموه إقرار، ودي من السنة، السنة إما قولية أو فعلية، إن هو قال كل الضب أو أكل هو الضب، أو اسمها إيه؟ تقريرية، فإما السنة قولية أو فعلية أو إيه؟ تقريرية، يا إما يقول يا إما هو نفسه يعمل أو يشوف ويسكت، كونه شاف حاجة وسكت يبقى أكيد هي إيه؟ حلال، لأن لا يمكن يرى حرام ويسكت عليه عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم كلوا، لما سألوه طبعا هم لقوه ما بياكلش، فقالوا له إيه أحرام هو؟ يعني ما نبطل، قال كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي، يعني أنا ما بقدرش أستحمله ما باكلوش. طبعا في ناس كتير في الصحراء بياكلوا طبعا الضب ده معروف كده، هو غريب، هو شبه السحليه شويه كده، بس هو يبدو ان هو بيتاكل يعني، بيتشوى لذيذ يعني. بعد كده بيقول الحمار الوحشي، الوحشي اللي هو المخطط، الوحشي يعني ايه الوحشي هنا؟ مش من كلمه وحشي يعني ايه متوحش يعني بيفترس يعني، وحشي عموما يعني غير مستأنس، مش الفكره، الفكره ان هو يعني ايه وحشي؟ يعني ينفر من الآدميين، ينفر من الآدمي، يعني لو شاف إنسان يجري يهرب منه ويمتنع عنه ويقاومه فده بيسموه إيه؟ وحشي. التاني بيسموه أهلي، لأن هو إيه؟ مستأنس، كلمة مستأنس من الإنسان يعني،
يعني بيعيش وسط الانسان عادي، ما عندوش مشكله مع الانسان، تقعد تقرب منه ما بيجريش منك، تمسكه يجي معاك، وده من تسخير ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو نفس الحمار سبحان الله، واحد ينفر منك والتاني تلاقيه معاك عادي. تلاقي مثلا الفار ده يعني وحش جدا، تلاقي الجمل الضخم مستأنس، يعني في يعني تلاقي حاجات. هو ربنا سبحانه وتعالى الجبل دي على كده والجبل دي على كده. عشان كده لما تقول ربنا يقول لك سخر لكم بهيمة الأنعام أو سخر لكم كذا، تفهم يعني سخر دي. كان ممكن ربنا يخلي كله وحشي، وحشي يعني كله بينفر من الإنسان، تقدرش يعني ما تقدرش تمسك حاجة أبدا. الغزلان وأقصد يعني مثلا الخرفان والمعيز وحتى الفراخ والطيور والبط، كل ده ما حدش يقدر يمسكه، لازم تصطاده بقى، معاناة بقى عشان تاكل. تخيل أنت عشان تاكل لازم كل مرة إيه تصطاد، ما تقدرش تربي بط، تربي وزة مثلا، كله بيجري، مفيش غير إنك أنت تصطاد بس، هتبقى حياة جحيم صح؟ فكون التسخير ده فده بيخليك يعني فلينظر الإنسان إلى طعام يعني فالإنسان ينظر إلى الإبل، ينظر إلى بهيمة الأنعام، وأحمد الله سبحانه وتعالى إن الحاجات دي مسخرة. عيل صغير بيجري بيجر قطيع من الإبل، عيل قد كده ماسك جمل بيجري بيه وراه 100 جمل كلهم ماشيين وراه، هما جبلوا على كده. الإنسان ده بالنسبة لهم ريس، لكن تلاقي قبيلة تجري من فور، هو ربنا خلاه كده سبحان الله. فيعني دي نعم، ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الإيه الأمور الطيبة. لكن الحمار ده وحش، فدوت يصطاد يعني ملوش حل غير ان انت تصطاده يعني، فلو اصطدته كل. الحمار الوحش وغير المستأنس لحديث ابي قتاده انه راى حمارا وحشيا فعقره، فقال النبي عليه الصلاه والسلام هل معكم من لحم شيء؟ قال معنا رجله فاخذها فاكلها عليه الصلاه والسلام. طبعا الحمار الاهلي ده منهي عنه بقى، الحمار الاهلي منهي عنه اللي هو بيتركب بقى ويجر بتاعه كده كاريتات والكلام ده، ده منهي عنه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر عن أكل الحمر الأهلية، عن أكل الحمر الأهلية المستأنسة ديت يعني. وطبعا يعني هو مستقذر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هو ركس أو نجس، فضلا عن الضرر الشديد لو اتاكل الحمار الأهلي. الناس كان دي وسيلة حياتهم يعني في النقل والمواصلات كده، بيركبوا الحمير وكده، فكان يحصل ضرر كبير يعني. بيقول بعد كده الأرنب في دليل، طبعا يعني بيتكلم الحاجات اللي فيها دليل، وإلا فإحنا ممكن نحلل أي حاجة من دي باستصحاب الإيه الأصل، بس هو بيقول دي بقى كمان عليها دليل، يعني ما فيش حد يقول لك هات لي دليل على حل الأرنب، أقول له مش لازم أقول لك، مع إن في دليل بس الأصل ليه الحل. لكن الأرنب جه فيه دليل زيادة، قال لما رواه أنس أنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة وبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله الضبع. وده من الحاجات الايه المش مشهوره، الارانب الجبليه غير الارانب المستأنسه، كله 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 جائز. في الارنب الوحشي جائز، اذا كان الارنب الاهلي جائز يبقى الارنب الوحشي جائز. والحصان ما احنا قلنا كل في وزن كده لسه ما جاش، انت جيت متاخر شويه، احنا كلناه خلاص. بيقول الضبع لما روى جابر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش اذا صاده. اذا صاده امتى يعني؟ اذا صاده محرم، انتوا يعني عارفين اللي بيصطاد محرم بيفدي، خد بالك، ففديته. قال لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني شوف حاجه مكافئه لي من النعم يبقى دي قصادها. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال هو صيد واذا صاده عليه ايه كبش، فأقر إن هو بيصطاد أكيد بيتاكل يعني، وإلا هيصطادوا ليه؟ فدل على إن الضبع حلال، وده مستثنى من الإيه؟ من السباع. في ناس قالوا إن هو مستثنى من كل ذي ناب من السباع، وفي ناس قالوا الضبع أصلاً ما عندوش ناب. يعني الصف سنانه هي عظمة واحدة، مش يعني فكه مختلف عن الإيه؟ في ناس بيتكلموا في كده إن هو فكه مختلف عن كل فكوك الإيه الحيوانات، إن هو عظمة واحدة. الضبع ما بيعتمد على الناب، الضبع بيحطم بس، اسنانه دي كلها بتدغدغ اي حاجه، عشان كده بيقولوا ده اقوى فك في الحيوانات الضبع. الضبع بيعتمد على التحطيم، مش بيقعد بقى ايه انياب والكلام دوت. فيقال ان هو اصلا مش بيعتمد على الناب اصلا، فهو مش معتمد على الناب بتاعه، وفضلا ان هو اصلا معروف ان هو مش بيفترس يعني في العاده، ان هو بياكل بقى الايه
اللي بيفضل من اي حد يعني. بغض النظر حتى لو قلنا ان هو زينب بن السباع هنقول الدليل استثناء خلاص لسبب ما استثناء الدليل، واحنا متعبدين بالايه؟ بالدليل. طيب هو بيقول الحديث دوت صححه الامام الالباني. طبعا الحديث ده فيه خلاف على فكره، وده هيؤدي الى خلاف في الطبع. ممكن تلاقي بعض المذاهب تحرمه على اساس ان كل زينب بن السباع حرام، لكن الحديث طالما صححه الامام الالباني فاحنا هنقول بيه خلاص، ويبقى الطبع ايه؟ حلال. في روايات عن اكل الخيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد الغزوات منع اكله لمصلحه يعني، وبعد كده هي اخرى اباح لانه كان عندهم نقص الخيل. الضرر كان هياكلوه طبعا سبب لهم ضرر، كان لازم نوقف. فالمنع ده منع مؤقت بس. بيقول وقد ورد في حل الضبع احاديث لا باس بها، ده كلام ابن حجر، عشان كده بقول لك حديث الضبع فيها كلام، لكن الامام الالباني صحح بعض الاحاديث، وابن حجر بيقول ورد في حل الضبع احاديث لا باس بها، فده خلاص يغلب عندنا جانب حل اكل الايه؟ الضبع. بيقول الدجاج لما راى ابو موسى رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل لحم دجاج، ويلحق بالدجاج الاوز والبط لانهما من الطيبات. وقلنا برضو ممكن نحل الحاجات دي بالقياس او باستصحاب الايه؟ الاصل، فتدخل في قوله تعالى وحل لكم الطيبات. الجراد لحديث عبد الله بن اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستا كنا ناكل معه الجراد. المساله الثالثه ما نص الشارع على تحريمه. بيقول والاصل فيما يحرم من الاطعمه ان كل طعام نجس مستقذر فيه مضره لا يجوز اكله. خد بالك بقى، هو قال لنا هنا الضابط بقى، عندنا الضابط ثلاث كلمات نجس ضار مستقذر. نجس وضار دي هتبقى ايه؟ منهيه، هيبقى دايما الحته اللي فيها ايه؟ خلاف مستقذر. هو ايه هو المستقذر؟ تمام، وهنتكلم في الموضوع دوت يعني ايه هو يعني نضبطها ازاي مستقذر. نجس وضار معروفه، عشان كده اغلب الحاجات اللي هي اصلا محرمه هتجد اما نجس او ضار، وبعض الحاجات من باب الاستقذار، وممكن يبقى فيها كذا عله نجس وضار. طبعا كل نجس ضار، ما ده ما فيهوش كلام يعني. ممكن يبقى ضار ومستقذر، ممكن يبقى نجس، وطبعا اي نجس هيبقى مستقذر، يعني ممكن يجتمع فيه كذا عله مع بعض. فبيقول على النحو التالي: المحرمات من الطعام في كتاب الله محصوره في 10 اشياء. هو بيقول فين؟ في كتاب الله، لان احنا عندنا حاجات حرمت في القران وحاجات حرمت في السنه. في الاول خالص في سوره الانعام كان اللي في القران بس: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعم ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير. يعني ايه لا اجد؟ يعني الى الان لا اجد. وسوره الانعام سوره مكيه ولا مدنيه؟ مكيه، الانعام مكيه بلا خلاف. ففي حاجات بعد كده تاني اتحرمت، يعني الى هذه اللحظه لم يكن لك محرم الا هذه الاشياء. وقوله لا اجد ايضا معناه لا اجد في القران، لكن هو عليه الصلاه والسلام كان ممكن يحرم اشياء من باب ان هو بينقل عن الله سبحانه وتعالى في الاحاديث برضه، تمام. لذلك هو قال: الا انما حرم الله، الا انما حرم رسول الله كما حرم الله، الا اني احرم عليكم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، وحرم عليهم عليه الصلاه والسلام الحمر الايه؟ الاهليه. فاذا مش معنى ان حاجه ما جاتش في القران ان هي ما جاتش، ممكن تجد تلاقيها في السنه، لكن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ده اللي في القران، وجات حاجات زياده بقى بعد كده في سوره المائده وكده. سوره المائده وسعت بقى شويه: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب. كل ديت ايه؟ محرمات. هيفصل بقى فيها واحده واحده. بيقول حرمت عليكم الميته. ايه هي الميته؟ الميته نوعين. اول حاجه ما كان الاصل جواز اكله لكن ذبح او مات بغير تزكيه شرعيه، ما اتذبحش يعني، مات بغير تزكيه شرعيه، او تم تزكيته تزكية شرعية ولكن ذكر غير اسم الله عليه، وده هيخش معايا في وما أهل لغير الله به. أو كان لا يؤكل
وان زكي وان ذكر اسم الله عليه. يعني لو واحد جاب اسد وذبحه وسمى ربنا هيبقى حلال؟ لا، لان هو اصلا ما بيتاكلش، يعني هو اصلا ما بيتاكلش. فالحيوان اما يكون ماكول او غير ماكول، فغير الماكول مات باي طريقه فهو ايه؟ ميتا. حتى لو مات بتزكيه شرعيه وذكر اسم الله عليه هيبقى برضه ايه؟ ميتا، لانه اصلا ما بيتاكلش. الحيوان الماكول بقى اصلا يكون ميتا في حالتين فقط، احد الشرطين دول، اما لم يزكى التزكيه الشرعيه او لم يذكر اسم الله عليه. تمام. يلقى الميتة طبعا هيستثنى بقى من موضوع التزكيه الشرعيه ده ايه؟ الصيد، لان جاء الدليل ان الصيد ايه؟ يجوز اكله. يسالونك ماذا احل لكم، لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم فكلوا مما امسكنا عليكم. فمسكه الايه؟ الحيوان المدرب على الاصطياد هي دي مكافئه للايه؟ للتزكيه. بيقول بعد كده اما الميت فهو ما مات حتف انفه وفارقته الحياه بدون زكاه شرعيه وحرمت لما فيه من المضره. انا بقى بيقول العله الميته طبعا مضره، ليه؟ لان الدم السائل اتحبس فيها بسبب الدم المحتقن. طبعا الدم المحتقن ده كله امراض ونجاسه وكل البكتيريا والميكروبات كلها بتبقى في الدم معروف، وخبث التغذيه وتجوز للمضطر بقدر الحاجه. طبعا ما توعد ممكن يقول لك طبعا ممكن يكون مثلا الجرح ومات يبقى نزل دم شويه. اي طريقه لنزول الدم خلاف التزكيه الشرعيه في الحقيقه دم جرح مجرد بيطلع شويه يتجلط خلاص، وبعد كده كل الدم لسه جوه عادي. مهما جرحت نفسك النزيف هينزل قد ايه؟ يعني بينزل كميه محدوده وخلاص وبعد كده. لكن الذبح هو اللي بينزل دم لغايه ما تصفي خالص، لان نزول الدم بسبب التزكيه الشرعيه مش بسبب ان هو جرح، بسبب ان الدم القلب هو اللي بيقذف الدم قذفا. ليه؟ احنا شرحنا قبل كده الموضوع ده في الاضحيه، صح؟ ان لما الاوداج اللي هي يمين وشمال دي بتتقطع تقطع الدم عن الايه؟ عن المخ. فالمخ يبعت رساله للقلب انا مش واصلني دم، فالقلب يعمل ايه؟ يبتدي يضخ اجمد 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 اجمد، ويقول له مفيش يحضر باجمد، يقول له مفيش يحضر باجمد لغايه ما يصفي خالص. طبعا المخ ادي بعت اشارات، عشان كده احنا ما بنكسرش الايه؟ تكسرش النخاع دوت وتكسر رقبتها، والا هتخاف وتقطع الرسائل اللي من المخ للايه؟ للقلب. هي الرسائل ماشيه في الايه؟ في الحبل الشوكي. فلذلك ما بتجيبش الاخر، انت بتقطع الايه؟ الودجين دول وتسيبها بقى تفرفر. الفرفره اللي انت شايفها دي مش الم، دي مساعده من الجسم للقلب. يعني القلب نفسه الضبط بيقول انا مش جايب، فبيخلي الجسم كله ايه؟ يتنفض عشان يبتدي دم 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 للمخ. وبالتالي اصلا الذبيحه ما بتتالمش، لان القلب لما بيوصل المرحله دي مع المخ بيبتدي يوقف كل حاجه، يوقف الاحساس في كل حاجه، لان ديت بالنسبه له يعني اولويه عظمى. المخ مش واصل له دم، مفيش حاجه ليها لازمه طالما المخ ايه؟ مش واصل له دم. فكل ما ركز الاحساس بتقف ويبتدي يركز بس في حاجه واحده، هات لي دم ونتكلم في اي حاجه بعد كده. فعلا هو ده اللي بيحصل. عشان كده ارحم طريقه لقتل الحيوان هي ذبحه بالطريقه دي، انك تشيل الايه؟ تقطع العرقين دول بالذات. العرقين دول لو واحد بتجزئ بس يعني بفئه زي شويه، والمخ برضه بيبعت رساله انه وصل له نص الدم او نسبه اقل يعني. لكن لو الاثنين انت كده عملت معاه واجب، يعني كده هو مش حاسس باي حاجه خالص. مجرد ما الاثنين دول فصلوا هو واقف عنده الاحساس، لان المخ هيخلي كل الجسم واقف كل حاجه. كل مراكز الاحساس تقف. ويبتدي كل الاوامر متصبه في اتجاه واحد، ابعت لي دم لو سمحت. ابعت، ويبتدي يتنفض. فكل النفض ما بيصعبش عليك، هو مش متالم. هو بيتنفض كده عشان يساعد القلب في ايه؟ فيبتدي يطلع دم رهيب جدا، تلاقي مره واحده دم كتير جدا جدا بسرعه رهيبه، في نص دقيقه تلاقي كل الدم قدامك، وبالتالي بيصفصف خالص كل الدم اللي فيه. فمفيش طريقه ثانيه انك انت تخلي الجسم يعمل كده الا انك تقطع الدم عن المخ. هو مش ممكن تقطع الدم عن المخ الا انك تقطع الايه؟ الاوداج ديت اليمين والشمال. عشان كده طريقه الذبح الشرعيه هي دي ارحم، ان الله كتب الاحسان في كل شيء. فالقتل باي طريقه اخرى قتل مؤلم، الصعق
او بالرصاص او 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 هي طريقه مؤلمه للغايه، فضلا عن ان هي تسبب يعني الم ولو يسير للايه للحيوان. طبعا انت الذبح ما بيسببش الم، انت اصلا انت بتغمي عينه وتدي له واحده كده، الانسان ما بيلحقش، انت نفسك لو جات لك ضربه بالسرعه دي مش هتحس بيها، فضلا ان انت بعد ما جات لك بالسرعه دي وقفت مركز الاحساس، يعني حتى نفسه الذبح مش مؤلم، ما بيلحقش يتالم الايه. فديت احسن احسن طريقه للذبح، فضلا ان اي طريقه ثانيه بتبقي الدم في الايه، تبقي الدم في الذبيحه، عشان كده بتبقى حرام. بيقول طبعا تجوز للمضطر بقدر الحاجه، قدر الحاجه بقدر ما يقيم صلبه، يعني يبتدي يحفظ حياته يعني. ويستثنى من الميت السمك والجراد فانهما حلال. الدم المراد بالدم، احنا قلنا بنفصل ايه المائده دلوقتي، حرمت عليكم ميتة والدم. ايه الدم؟ الدم المسفوح او دما مسفوحا، مسفوح اللي هو بيجري، بيجري الدم اللي نازل بيجري ده، ده دم ايه؟ هو ده الدم الحرام. اما الدم اللي بيبقى مش بيجري ما جراش كده زي الدم بقي في اللحم، فده ما فيهوش مشكله. انت لو خدت اللحم حمرا كده ومسكتها تلاقي في دم طلع في ايدك، هتحطها في الميه تلاقي في دم فار كده على الوش، كل ده ما فيهوش مشكله، ده مش دم ايه؟ مسفوح. تمام. صيد الصقور، احد العلماء قال لو الصقر اصطاد طائر واعطاه للصياد لا باس، لكن لو اكل منه شيء اصبح ما دي هتيجي في احكام الصيد. يقول الدم المراد به الدم المسفوح في النحر، اما يبقى من الدم في خلال اللحم وفي العروق بعد الذبح، وكذلك ما جاء الشرع بحل من الدم كالكبد والطحال فمباح. لحم الخنزير طبعا لانه قذر، ده دي عله، الا فالشرع يجيب تحريمه اصلا. ويتغذى على القذورات ولمضراته البالغه، يعني ده اجتمع فيه كل حاجه، النجاسه قذاره ضرر، كل حاجه غلط، ضرر نجس ضرر مستقذر، انه بياكل القذورات، فالنفس السويه المفروض ان هي تعافوا يعني. ولمضراته البالغه، وقد جمع الله عز وجل هذه الثلاثه في قوله الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير. ما الا لغير الله به، اي ذبح على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد، فان الذبح عباده لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، يعني انحر لربك. طب ايه المنخنقه؟ اللي هي ماتت مخنوقه، كان مربوطه بحبل قعدت تشد في نفسها لغايه ما ماتت، قعد عليها حيوان اكبر منها ماتت مخنوقه. المهم سواء بقصد او بغير قصد، سواء لو ماتت منخنقه يبقى خلاص حرمت. الموقوذة هي التي تضرب بعصا أو شيء ثقيل أو رصاص فتموت. المتردية هي التي تتردى، تترمى من مكان عالي، تنط من السطح، انت اشتريته ربطته في السطح نط نزل ميت فتموت، دي المتردية. النطيحة هي نطحتها زميلتها لغاية في معركة كده ماتت بسبب النطح، فدي النطيحة. ما أكل السبع، هو اللي أكله أي سبع بقى، أسد أو ذئب أو فهد أو كلب، فيأكل بعضها فتموت بسبب ذلك، يعني لو اتلحقتها وهي حية وتك يبقى أي حلال، فممكن السبع يأكل منها حتة وتفضل حية وانت تلحقها تذبحها تبقى حلال، بس هي ماتت بسبب الإيه؟ بسبب الأكل دوت، فتموت بسبب ذلك. فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة اللي هي الإيه؟ المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، أكل السبع، لو لحقت أي واحدة فيهم وفيها حياة وبعد كده ذبحتها وكان ذبحك هو سبب موتها يبقى هي ايه؟ حلال مفيش مشكله، لكن لو ماتت بسبب الخنق او التردي او الضرب او هتبقى حرام خلاص، مفيش بقى ايه؟ مفيش كلام فيها. لو لحقت به حياه فزكي فانه حلال الاكل، لقوله تعالى في الايه المذكوره الا ما زكيتم، الا ما زكيتم. بيقول بعد كده ما ذبح على النصب، وهي حجاره كانت تنصب حول الكعبه وكانوا في الجاهليه يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها لأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله، كما مضى في ما أهل لغير الله به. يعني إنسان ذهب إلى مكان يعبد فيه غير الله وتعمد أن يذبح هناك، فده اسمه ذبح على ليه؟ على النصب. اللي يخليك سبت العالم كله ورحت تذبح في الحتة ديت، يبقى ده يعني في يعني يغلب الظن أن الذبيحة ديت أهل بها لغير الله، فأي شيء يذبح على النصب، يذبح في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله، يذبح لصنم، يذبح لوثن، يذبح تحت قدمي يعني صنم أو وثن، ده هيبقى محرم لأنه ذبح على النصب. بيقول هيقول بقى هنا بقى إيه حاجات، بيقول ويحرم من الأطعمة أيضا ما فيه مضرة. هنا بقى إيه؟ هيحرم أشياء بالعلة، المضرة علة، ربنا قال ولا تقتلوا إيه؟
أنفسكم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالسم حرام إنه مضر، والخمر حرام لأنها مضرة، فضلا طبعا اللي فيها دليل لوحدها دي. وسائر المسكرات والمفترات، وده يكون هو سبب مثلا نحن نقول إن الأكل العقرب، ما حكم أكل العقرب؟ حرام. ليه؟ لأنه ضار. ثاني حكم أكل الحيات حرام، إيه الدليل؟ هتقول لي ما فيش دليل أصل الحل، أقول لك لا، لأنها إيه؟ سامة مضرة بلا شك. أي حيوان سام هيكون إيه؟ مضر بلا شك. ففي العادة الحيوان السام بيبقى لحمه مش طيب يعني. لا حرام، إن هي زيناب من السباع، هي بتصطاد وعندها أنياب تأكل فئران، تأكل اللحوم وكده، فهي فديت هتبقى زي كل زينة، هتلحق بالأسد والفهد والنمر وكده. مش فكرة مفترسة، الفكرة إن هي بتصطاد وبتأكل الحيوانات وليها ناب، فهي بتتغذى على النجاسات. بيقول ما قطع من الحي، لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فهو ميتة. طبعا ما قطع من من اللحم يعني. فلو أن الإنسان مثلا كانوا زمان ممكن يعملوا حاجة زي كده في الجاهلية، كان ممكن يجوع مثلا مش عايز يموت البهيمة، يقطع منها حتة لحم كده ويأكلها ويسيبها وتخف بقى مع نفسها وتبقى عايشة، وفي نفس الوقت هو أكل شوية يعني. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، بين ان الحاجة دي لو عملت حاجة زي كده فهي حرام يعني، ممكن تعيش بعديها يعني. فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ايه؟ ميتة. بيقول بعد كده سباع البهائم، وهي التي تفترس بنا بها اي تنهش من حيوان البر كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب، هيدخل بقى القط يدخل معهم، وابن آوى يدخل معهم. ويستثنى الضبع لو قلنا ان هو زيناب من السباع، لو قلنا كده، ولو هو مش زيناب من السباع هو مش داخل في الايه. لحديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل زيناب من السباع، وقال كل زيناب من السباع فاكله حرام. ناب من السباع يعني يفترس به. سباع الطير، وهي التي تصيد بمخلبها كالعقاب والباز والصقر والحدأة والشاهين والبومة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور، هو ايه؟ يصطاد وياكل ايه؟ زي الصقر والحاجات دي. ويحرم من الطيور ما ياكل الجيف يعني الميتات، لان في بعض الطيور ما بيصطادش وبيعيش على الايه؟ على اكل الميتات، زي في انواع نسور ضخمه كده ما بيصطادش، هو باشا كده بينزل كده تك يحط على اي حاجه ياكلها يعني ميتات. فبيقول كالنسر والغراب مثلا، الغراب ما بيصطادش، الغراب بيعيش على ايه؟ ياكل بواقي وبتاع، اي حاجه جيف، اي حاجه ميته، اي حاجه متعفنه. وبيقول والرخم، يعني انا مش عارف ايه الرخم دوت، بس ايه يبدو انه حاجه قريبه من النسر يعني. لخبث ما يتغذى به، هو عموما النبي عليه الصلاه والسلام اصلا حرم اكل الجلاله. ايه الجلاله دي؟ الجلاله هو ما يعيش على النجاسه وبياكل نجاسات، هو اكله نجاسات، فده طبعا يؤثر في لحمه. فديت هتبقى من باب تحريمها، من باب ان هي بتاكل الايه؟ النجاسات. لخبث ما يتغذى به. يحرم كل حيوان ندب قتله، ندب قتله كالحية والعقرب والفأرة والحدأة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولكونها مستخبثة مستقذرة. تمام. وبرضو الحيوانات اللي نهي عن قتلها، يعني الأمر بقتلها واللي نهي عن قتلها، ما هو الأمر بقتلها طبعا أمر بقتلها لخبثها يعني، فدي تحرم، ان هو اصلا امر بقتلها في اي مكان، لان هي اكيد اما لان هي خبيثه او قذره او مضره يعني او مؤذيه، فاكيد العلل دي هتتوفر في اللي امر بقتله. واذا كان نهى عن قتل شيء يبقى هنا التحريم من ان هو نهى عن قتله،
فكونه نهى عن قتله بأكيد مش هعرف أكله، لأنه هو أصلا نهى عن إيه؟ عن قتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل مثلا الهدهد والصرد. فيعني يقول بعد كده الحمر الأهلية، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وقلنا يلحق بالحمار أهل البغل لأنه متولد من حمار وإيه؟ وحصان. ما يستخبث من الأطعمة كالفأرة والحية والذباب والزنبور والنحل، لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. هنا بقى جاب العلة هنا الايه الاستقذار والايه والاستخباث يعني، ودي بقى الحتة دي هتوسع ودي حسب الايه يعني فيها بعض الايه بعض الخلافات يعني ايه هو المستقذر وهو الضابط بتاعه. ف يعني جمهور العلماء على ان الضابط بتاع الاستقذار، البعض يقول لك ممكن طب ما في شعوب بتاكل الصراصير دلوقتي ومش مستقذره ولا حاجه، هنقول ان الضابط في ناس بتضبطها بالنفوس السويه برضه ممكن يعني عادي يقول لك طب يعني اشمعنى انت وانا لا، في بعض بيضبطها بما كانت تستقذره العرب الذين نزل فيهم الوحي، لان هو ربنا قال ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث، يبقى اصلا الشريعه نزلت في دول، فيبقى مين اللي يضبط لي؟ هم اللي نزل فيهم الوحي، هم دول اللي كانوا ما كانوا يستقذرونه فهو ايه مستقذر، وما كانوا يستطيبونه فهو ايه طيب، لان دول كانوا نفوسهم في مساله الاطعمه والاشربه يعني نفوس سويه يعني، خد بالك ناس عرب ناس بتاكل اللي ايه بهيمه الانعام اصلا وكده، فنفوسهم كانت سليمه سويه في مساله الايه مساله الاطعمه والاشياء ديت. فلذلك جمهور اهل العلم بيقولوا المستقذر وما كانت تستقذره العرب، خاصه اهل الايه اهل القرى اهل المدن يعني، ان الباديه ممكن بسبب الجوع وبسبب الجفاف يتعودوا على حاجات هي اصلا ايه مستقذره، ذلك ممكن قد تجد السبب في ان في شعوب زي ديت بتاكل الحاجات دي ان هم اجدادهم كانوا ايه كانوا كده كانوا فقراء كانوا في باديه كانوا كان حياتهم جافه، فهم طلعوا كلهم ايه بيورثوا الموضوع ده، فما تبصش للوضع الحالي هو ايه السبب ان هم بياكلوا حاجه زي كده، هل ممكن ورثوا الامر ده من اجدادهم؟ هل اجدادهم حياتهم كانت حياه غير سويه فتسببت ان هم اتعودوا على المأكولات ديت؟ عشان كده لما حتى بنقول العرب بنقول العرب اهل المدن اللي هم كانوا مش فقراء مش عايشين في باديه صحراء، فممكن يضطر في حياته ياكل حاجات غريبه عشان يعيش لغايه ما يتعود على الحاجات دي ويبقى ياكلها حتى لو مش جعان. لا، اهل العرب اللي هم اللي بيستوطنوا المدن اللي هم اهل اليسر، فدول كانوا يعني ايه زواخين يعني، فكانوا يستقذرون ما يستقذر ويستطيبون ما يستطاب في العاده. فعشان كده ايه هنشوف هل كانت العرب تاكل الحشرات مثلا الخنافس الصراصير الجعلان؟ طبعا كانت تستقذرها جدا، فديت طالما تستقذرها يبقى ديت ده الاصل في النفوس الايه السويه، وده اصلا حتى النفوس السويه الى الان تستقذر هذه الاشياء وتستقبحها يعني. ففضلا ان 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 الحشرات يعني ثبت ان هي مضره يعني، فضلا ان هي تتغذى على الايه على القاذورات، فضلا ان هي تنقل امراض يعني، في ممكن علل كتير ان تتكلم فيها في الحشرات من باب الضرر من باب الاستقذار من باب ان بعضها قد يكون يعني ينقل امراض نجاسات، فممكن يبقى في علل ايه علل كتير في تحريم اكل الايه اكل الحشرات. فما يستخبث عشان كده ذكر لنا الذباب الزنبور النحل، هذه الاشياء يستخذر اكلها يعني. بعد كده بيقول لنا يحرم عليه خالص، قال بعد ذلك الجلاله قلنا الاكثر اكلها نجاسه، مش لازم كل اكلها يبقى نجاسه بس اكتر اكلها نجاسة، فلو اكتر اكلها مش نجاسة تحل حتى لو كانت تاكل نجاسة، مش ده مش غالب على اكلها. فمثلا يعني ينبغي التحذير مثلا من اشياء ممكن احيانا بعض المزارعين اللي بيربوا فراخ او كده بياكلوها ايه مع عجين دم على بقايا حيوانات على بتاع، الحاجات دي بتجيب بسرعة قوي بتبني على طول ان هي بروتين صافي، فبيعملوا لهم كده عجينة فيها دم مسفوح وبقايا حيوانات ومش عارف ايه، واحيانا بيعملوا كده في مزارع السمك، فلو ثبت ان الفراخ تاكل كده او السمك ده اكله يبقى ده حرام اكله، لا جزء اكله يبقى جلاله تمام. لو ثبت ان مثلا ان ان
ان مثلا شيء معين بيعيش في المجاري هيبقى ايه؟ لو بيعيش في المجاري ما ينفعش اكله. ما تقالش المجاري زي البحر، لا، الجلاله يعني مجاري قذرات ونجاسات، فيبقى حرام اكله لان هو بيعيش في الايه؟ في المجاري. فينبغي دي الحياه ينتبه ليها يعني. فلو كان الحاجه اغلب اكلها نجاسه، طب نعمل ايه الحل؟ طب افرض هي طلعت اغلب اكلها نجاسه، يقولوا في حل انك تقعدها مده تاكل طيبات لغايه مده يغلب على ظنك ان لحمها اتغير، ساعتها تاكل. عشان كده انا بيقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلاله، وسواء في ذلك الابل البقر الغنم الدجاج، فاذا حبست بعيدا عن النجاسات واطعمت الطاهرات حل اكلها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها ثلاثا اذا اراد اكلها، وقيل تحبس اكثر من ذلك. وده رجع لاهل الخبره، يعني الحيوان ده امتى لحمه يغير؟ يقول لك والله في شهر، في اسبوع كده، يبقى هي دي المده. المساله الخامسه ما سكت عنه الشارع بقى، خلاص كل ده حاجه بقى بره كل اللي احنا قلناه دوت. قال لم يرد نص تحريمه. طبعا احنا من اللي فات مثلا نسينا نقول، احنا قلنا في اول درس الخفاش، يعني الخفاش يعني اهل العلم يحرمونه من باب برضو الايه؟ الاستقذار والخباثه، طبعا فضل ان هو عنده ناب، فضل ان هو ممكن بياكل الفئران، يعني حاجات صعبه يعني. واكيد محدش فيكم يعني عنده مشكله في الموضوع ده، صح؟ لو لقيت خفاش نبتدي نتكلم في الموضوع ده. ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص تحريمه فهو حلال، لان اصل الاشياء اللي باحه طبعا احنا قلنا ايه الكلام ده. ما احل الله في كتابه فهو حلال في الحديث، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه الشارع فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فان الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا وما كان ربك نسيا، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ما يكره اكله يكره اكل البصل والثوم، وما كان في معناهما مما له رائحه كريهه كالكراث والفجل، ولا سيما عند حضور المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعباده، لحديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجره المنتنه فلا يقربن مسجدنا، فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه الانسان، يعني شجره الثوم. وفي روايه حتى يذهب ريحها، فان طبخ هاتين البقلتين، يعني لو طبخ طبعا البصل ما يتطبخ ملوش ريحه خالص، كذلك الثوم يعني، حتى يذهب ريحهما فلا باس باكلهما، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فمن اكلهما فليمتهما طبخا، فليمتهما طبخا. وفي روايه لجابر رضي الله عنهما قال ما اراه يعني الا نيئه. المهم يعني ان الايه؟ ان الاكل البصل والثوم يعني الانسان ما ياكلش منه وهو ني كتير، على اعتبار ان هو بيخلي رائحه الفم كريهه، والملائكه تتاذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن أكلها الإنسان فليحاول أنه يغير طعم فمه بسرعة، ويحاول يأكل حاجة بتغير طعم الجوف، مش مجرد سنان يعني، لأن الموضوع يبقى في الجوف. بس هتاكل بقى مستيكة يعني، هتاكل حاجة فاكهة، هتاكل أي حاجة تبتدي تغير لو أنت بتحبها أوي يعني، كلها مش حرام، لكن حاول تغير طعم فمك بسرعة قبل أن يعني يتأذى الناس، لأن لو تأذى الناس خاصة لو انت قريب هتتقابل ناس، يعني لو لوحدك وهتقعد لوحدك كتير هيبقى امر اهون، لكن بعد ما تاكلها هتقابل ناس سواء في مسجد او في اجتماع او فهيبقى شيء مستقبح ان انت تقعد وسطهم وانت ريحتك بصل او توم. فاما تغيرها بشيء يغير رائحه الجوف او ما تاكلهاش قبل ما تقابل الناس، فضلا ان انت تاكلها قبل صلاه او قبل دخول مساجد، ده شيء يعني قبيح، لكن كل ده على الكراهه، ليس على الايه؟ ليس على التحريم، والا فهو اقل. قال من اكل هي اكلها ايه؟ حلال. والحل يعني ممكن انت تطبخهم فبيبقى الطعم بيتغير والريحه بتتغير والكلام دوت. بس كفايه كده النهارده، نكمل المره القادمه باذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.